عندما نظر الإنسان إلى الطبيعة أصيب بالدهشة مما يرى. كل شيء يجب أن يفسر انطلاقا من العقل. الفلسفة هي انتقال العقل من العقل اللاواقعي إلى العقل الواقعي. جلجامش هي أسطورة. من لا يفهم أفلاطون يعتقد أن أفلاطون كان أسطوريا. لا، أليس هناك فلسفة شرقية؟ نحن أمام مشكلة حقيقية. الفلسفة يا سادة يا كرام علم التفكير. أيتها السيدات، أيها السادة، يعتقد كثير من الناس بأن الفلسفة مبحث عصي على الفهم، أن الفلسفة تجريد أو وعي مجرد في امتلاك العالم. وبالتالي قبل أن نعرف الفلسفة وندخل في اتجاهاتها ومشكلاتها وأسئلتها وندخل في عالم الفلاسفة وتنوعهم واختلافهم، يجب أن نطرح السؤال على أنفسنا: متى نشأت الفلسفة؟ ولماذا نشأت الفلسفة بوصفها وعياً مختلفاً عن الوعي ما قبل الفلسفة؟ وبالتالي إذا أردنا أن نعرف نشأة الفلسفة علينا أن نعرف الوعي ما قبل الفلسفة. بدايةً، نحن أمام مشكلة حقيقية. كيف انتقل الإنسان من الوعي الأسطوري إلى الوعي الفلسفي؟ ما هي الأسطورة؟ الأسطورة هي براءة الوعي الإنساني في محاولة لفهم العالم، الطبيعة، الوجود، الكون. وبالتالي عندما نظر الإنسان إلى الطبيعة أصيب بالدهشة مما يرى. المطر ينزل من السماء، الرعد، البرق، الزلزال، هناك بحر. إن الإنسان أراد أن يفسر ما هذا الذي أراه أمامي، ما هذه الأشياء التي تبدو لي غير مفهومة، فاخترع الأسباب الماوراء الطبيعة. عند جميع الشعوب هناك أساطير بين قوسين هي تفسير مؤقت لما يراه في هذا الكون. إن وراء المطر إله المطر، إن وراء البحر إله البحر، بل إن وراء الحرب إله الحرب. فاخترع لكل ظاهرة محركا إن شئتم قولوا كي يفسر هذا العالم. فنشأت الأساطير لدى جميع الشعوب، وليس هذا بأمر غريب أن جميع الشعوب تنطوي رغم اختلاف أساطيرها على الأساطير. إذن قولوا: الأسطورة وعي بالعالم ما قبل معرفي فلسفي أو علمي. إذن إنها معرفة بدائية بالعالم، ولكنها معرفة جميلة. جلجامش هي أسطورة، عشتار هي أسطورة، آلهة الخصب، آلهة النماء، فينوس آلهة الجمال، هذه كلها عبارة عن أساطير. إذن هذه المرحلة الأسطورية لم تستمر طويلا، إذ راح الإنسان يحول دهشته إلى نوع من التفكير بالعالم. انتقال الكائن البشري من الوعي الأسطوري إلى التفكير العقلي بالعالم، هذا الانتقال هو بداية التفلسف. ولكن
ما الفرق بين الأسطورة وبدايات التفلسف؟ لقد آثر الكائن البشري الحر، وأنا هنا أؤكد على كلمة الحر، أن يفكر خارج الأسطورة بهذا العالم، أن يفكر عقليا. كل شيء يجب أن يفسر انطلاقا من العقل. لذلك سؤال ما العالم وما طبيعة العالم يكون الجواب من العالم ذاته وليس من خارج العالم، أي لم يعد العقل بحاجة إلى كائن أسطوري ليفسر لنا حوادث الطبيعة والمجتمع والفكر والإنسان، بل آثر أن يفكر عقليا. وبالتالي إن الفلسفة في نشوئها مرتبطة ارتباطا كليا بوجود طبقة أحرار لا شغل لها سوى التفكير، وهذا الذي يفسر لماذا كانت نشأة الفلسفة في اليونان القديمة في القرن السادس أو ما قبل ذلك بقليل قبل الميلاد. وقائلا يقول: أليس هناك فلسفة شرقية ما قبل الفلسفة اليونانية؟ الجواب إن إرهاصات الفلسفة في الشرق ارتبطت بالأسطورة، فجاء اليوناني وأخذ أساطير الشام، أخذ أساطير سوريا بلاد الشام والعراق ومصر، وحررها تقريبا من البعد الأسطوري وأبقى على شيء ما للتفكير الفلسفي. وهذا معنى قول أفلاطون: ما نحن إلا تلامذة عند أهل مصر، أي عند الفراعنة، فلديهم أيضا أفكار حول الموت، حول العدالة، وحول المعاد أي الآخرة، لكن هذه أفكار ما كانت ما قبل فلسفية. نشأة الفلسفة مرتبطة أيضا بالتفكير انطلاقا من وجود المفاهيم. تأملوا معي ما يمكن أن نسميه بين قوسين نظرية، هي ليست نظرية إنما رأي، وجهة نظر أفلاطون في العلاقة بين المفهوم والعالم. سأقول لكم مباشرة: لا تفكير خارج المفاهيم. ما هو المفهوم؟ هو الذي يدل على صفة ماهوية في وقائع كثيرة في هذا العالم. أفلاطون يقول لي: هناك عالم المثل وهناك عالم الأشباح، وما هذا العالم الذي أراه سوى أنه أشباح عن عالم المثل الحقيقي؟ ولكن أفلاطون، من لا يفهم أفلاطون يعتقد أن أفلاطون كان أسطوريا. لا، المثال الأفلاطوني هو المفهوم. ولكي أبسط لكم القضية، إنني أرى مجموعة كبيرة من الأحصنة في هذا العالم. هناك الحصان الأبيض والأحمر والأسود والكبير والصغير، وهناك الحصان ذو الشعر المسرسل والذيل الطويل والذيل القصير إلى آخره. إذن أنا أرى أحصنة كثيرة، ولكن لدي كلمة واحدة تدل على هذه الأحصنة. ما هي؟ الحصان. الحصان إذن هي كلمة مجردة، هي مفهوم يدل على الكثير. عندما جردنا الصفة الماهوية الأساسية في مجموعة من الأشياء المتشابهة حصلنا على ماذا؟ المفهوم. وصرنا نفكر انطلاقا من المفاهيم المجردة من الواقع، أي أنني أنا الذي صغت المفاهيم المجردة. بهذا المعنى
فإن أفلاطون عندما يتحدث عن المثال فإنه يتحدث عن المفهوم. الخير، أين هو الخير؟ هل رأيتم الخير في الواقع؟ إنكم رأيتم أفعال خير وقلتم إنه يفعل الخير، لكن الخير كمفهوم هو تنوع سلوك الخير، قيم الخير المتعددة، وقس على ذلك الجمال والحق. ولهذا قالوا الفلسفة هي التفكير بالجمال والوجود والحق والمعرفة والخير وما شابه ذلك من مفاهيم. عندما بدأ الإنسان يفكر فلسفيا انتقل من الأسطورة إلى المنطق العقلي، انتقل من رد الأشياء إلى ما ليس يفهم إلى رد الأشياء إلى أسبابها الطبيعية. سيقول لي بعضكم لقد تخيل الفلاسفة أيضا أشياء ربما لا تكون حقيقية، لقد تخيلوا ما هو حقيقي من الواقع ذاته ولم يقحموا أشياء من خارج الواقع. ولهذا الفلسفة هي انتقال العقل من العقل اللاواقعي إلى العقل الواقعي. وهنا أريد أن أتوقف عند نقطة مهمة، كل شيء يصدر عن العقل، لذلك كلمة العقل ليست مفهوما قيميا. الأسطورة تنتج عن العقل، النص الأدبي ينتج عن العقل، كل شيء ينتج عن العقل. ولأن كل شيء ينتج عن العقل فهناك مستويات للعقل. أعلى درجات العقل الفلسفة التي تفكر بالعالم عقليا. لذلك الفلسفة يا سادة يا كرام علم التفكير، إنها ذلك المبحث الذي يساعدني على التفكير حتى ولو لم أدرس الفلسفة. وبهذا المعنى ترتبط الفلسفة بالمنطق وأشكال المنطق المتعددة. ما هو المنطق؟ هو الواقع وقد صار عقلا، الكل أكبر من الجزء، شيء منطقي. لماذا؟ لأن الكل أكبر من الجزء. إذا صغت القياس الأرسطي الشهير كل إنسان فان، سقراط إنسان سقراط فان، كيف عرفت أنا سقراط فان؟ لأن كل إنسان فان، ولأن سقراط إنسان فإذن هو بالضرورة فان. ولكن من أين جئت بهذا الحكم كل إنسان فان؟ لأن كل إنسان فان أمامي. وبالتالي المنطق هو منطق الواقع، إذن الفلسفة هي عقل الواقع. شكرا لإصغائكم.